الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هو الترانسبلانتيشن Human Organ for Transplant، يعني نقل الأعضاء. Introduction: Transplantation Immunity، مناعة نقل الخزع. It is sequence of events that occur after an allograft or xenograft remove them from the recipient. يعني هي عبارة عن أحداث، هذه الأحداث تكون متسلسلة تحدث بعد عملية زراعة أعضاء مختلفة وراثيا بين شخص وشخص، أو مختلفات بين نوع ونوع كالإنسان والحيوان. Transplantation عبارة عن العملية اللي بواسطة راح ننقل الأعضاء، يعني process by which taking cell, tissue or organ as a graft from one individual called donor and implanting them into another individual or another site. نسمي المستلم recipient. History: تاريخيا أول شخص قام بعملية الترانسبلانتيشن هو سير بيتر ميدوير. What is the type of transplantation or this graft؟ هذه الأعضاء أو هذه الخزع شنو أنواعها؟ راح نشوف الأوتو. الأوتو هو شخص واحد one individual أخذ من عنده الجراف وأزرعها بنفس جسمه لكن بمنطقة أخرى. Isograft between two twin monozygote genetically identical individuals، يعني توين متماثل نفس الزيجوت، راح اخذ من الاول واطلع الثاني. الالوغراف genetically different، يعني مثلا عندي احمد وعندي زيد، راح اخذ خزعة من احمد اعطيها الزيد، هما نفس النوع لكن مختلفين وراثيا. or xenograft between two type as human and animal. Okay, between human and animal. هاي يؤدي إلى شنو؟ rejection of the graft. هاي صورة، الصورة الأولى هاي الأوتولوجس، هو راح أخذ مثلا النثة وأخلي بالتشست. أو هاي ضمن ال one individual. هاي between twins identical twins، راح أخذ مثلا الكدني من one أنقله إلى شنو؟ إلى two or killed synergistic. الالوجينيك إجراف يعني نقل أعضاء من شخص إلى شخص ثاني لكنهما من نفس النوع وراثيا مختلفين. أما عندنا الزينوجينيك إجراف يعني نقل أعضاء بين نوع ونوع آخر، مثل من الإنسان إلى الحيوان. الايزوغراف يعني بين التوين نفس الزيجوت identical twins، بينما عندنا الاوتوغراف يعني من نقل عضو او نقل جزء من نفس الانسان نفس الانديفيدوال من مكان الى اخر، بينما عندنا الالوغراف يعني نقل من شخص الى شخص ثاني مختلفين وراثيا. اما عندنا الزينوغراف يعني النقل الاعضاء بين الإنسان والحيوان. Auto, iso, allo and xeno. مثل ما شرحنا الألوغراف ترانسبلانتيشن يعني نقل أعضاء من شخص إلى شخص ثاني أو من حيوان إلى حيوان ثاني نفس النوع مختلفين وراثيا، مثل السكيم بلود بنكرياس كيدني بون مارو ليفر هيرت لانج وقرنية العين. major organ and tissue transplanted،
number one chest heart number two lung then ناخذ الأعضاء من الدونر الواهب الميت يعني عندي جثة أقدر أخذ من عندها الهيرت أو أخذ من عندها اللانك number two abdomen التجويف البطني kidney liver pancreas intestine stomach and testes in kidney راح نقدر ناخذها بال living or dead donor بينما عندي الليفر as kidney pancreas راح أخذ فقط من dead donor intestine dead and living donor stomach dead donor بينما عندي التستس راح أخذها من الديد and living donor tissue and cell and fluid transplanted like heart coronia skin isolate of the Langerhans in pancreas bone marrow heart valves and bone component of immune system involved in graft rejection يعني شنو مكونات الجهاز المناعي المشتركة بلفظ أو رفض الجراف هي antigen presentation cells dendritic cells macrophage active B cells and B cells and antibody T cells and natural killer cells transplanted rejection عملية لفظ الأورجان المنقول يحدث لي اما immediately ويسمونه هايبر اكيوت يحدث لي خلال minute to hours after operation او يكون حاد يحدث لي خلال ايام خلال فترة اسبوع after operation او يكون عندي كرونيك مزمن الكرونيك المزمن يحدث لي خلال اشهر الى سنة after operation immunosuppressive drug ادوية كبح المناعة عند نقل عضو من الواهب الى المستلم ويكونين من نفس النوع لكن مختلفين وراثيا الوغراف راح يعمل الجهاز المناعي للمستلم على لفظ هذا العضو مثلا الكلية من الواهب للمستلم راح يلفظ الكلية لكن لما نعطي هذه الأدوية راح يؤدي إلى كبح الجهاز المناعي نعرف احنا إذا نقلنا الكلية من الواهب للمستلم راح الجسم المستلم يميز الكلية الجديدة على أنها جسم غريب وبالتالي يهاجمها ويقتلها ويلفظها أما إذا أعطينا هذه الأدوية اللي تكبح الجهاز المناعي وعدم تكوين الاستجابة المناعية لذلك العضو نتيجة كتمييزه كجسم غريب من أسوي لها كبح راح يتعود عليها وبالتالي راح يصير عندي عملية تحمل مناعي يعني راح يميزها كسيلف أنتيجين أوتو إميون ديزيز عندي أمراض الجهاز المناعي Autoimmune disease. Sometimes the immune system make a mistake and start attacking the body tissue and organ. يعني شنو؟ في بعض الأحيان يحدث هنالك خلل بالجهاز المناعي فيعمل على تمييز السيلف أنتيجين كسيلف كنون سيلف أنتيجين يعني يميز الجسم كأنه جسم غريب مثال على ذلك عندي type 1 diabetes autoimmune disease status can be divided systemic localized and hemolytic disorder systemic مثل عندي بولي myositis التهاب المفاصل الروماتيزمي and بولي arthritis نيدوزا localized الموضعي هاشيموتو ديزيز اللي هو ثايرويد جلاند جرافز ديزيز اند تايب 1 دايابيتس هيمولايتيك ديس اوردر راح نشوف عندي اكو عندي هيمولايتيك اور انيميا سببها عندي تحلل كريات الدم الحمراء الدم الحمراء السبب بذلك هو ان الجسم يهاجم كريات الدم الحمراء ويحلل شنو لانه يميزها كنون سيلف انتيجين دايجنوسيس ذير از سيفيرال تايب of test used to diagnosis of the autoimmune disease like general test C reactive protein auto antibody titer presence of rheumatoid factor RBC sedimentation rate specific test neurological examination MR MS and fasting
كيليكوز فور دايبيتوس. العلاج الاوتوميون ديزيز، تريتمنت اوف ذا اوتوميون ديزيز. There are several drugs used in or several method used in the treatment of the autoimmune disease like immunosuppression or remove of the thymus gland, plasma forces and block MHC with similar peptide. So antigen processing is stopped. Anti-CD4 monoclonal antibody to inhibited immune response. Anti-interleukin monoclonal antibody to inhibit the immune response.